وأنا نؤمن بالجزائر، وأنا نؤمن قويا برئيس الجمهورية. شوفوا التقلبات التطورات اللي دايرة حولنا، الحمد لله عايشين في جزيرة مستقرة تقريبا. الحاجة الوحيدة اليوم انتم على بالي من خسرتكم هو التجند، كرجل واحد نتجند حول الأهداف اللي تجمل كل جزائريات والجزائريين، لأن نعاود نأكد بقوة فيه نقاش حاد على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للقانون المالية، لأن الوضع الاقتصادي متحكمين فيه ما فيهش مشكل، ولكن ما نقدرش نغامر بالسنوات المقبلة، ما نقدرش نغامر سعر البترول 2016 ما نظنش يطلع، 2017 لعل يتحسن، ولكن أخواتي إخواني لازمنا اقتصاد بديل، والفلاحة هو المفتاح، وبالأخص وراكم عايشين ولاحظتوا باللي اليوم السوق الجزائري تقريبا بفضلكم بفضل العمل تاعكم أشياء كثيرة في متناول الجميع. عشنا كل مع بعض شهر رمضان وبفضلكم وكم مشكورين، ما فيش أي تذبذب، ربي نهانا الخير، واللي يدير الخير دائما يلقى الخير، وانتم من أهل الخير. الوزير الأول عبد الملك سلال وفي لقائه بالفلاحين دعا الجزائريين إلى التجند لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب. إن الرهان هو الحفاظ على الاستقلال الوطني الذي سيستلزم ضمان الأمن الغذائي لشعبنا، والرهان هو أيضا التنمية الثابتة والمتواصلة التي تكون فيها الفلاحة محركا قويا يخدم أجيالنا الفتية. هذا هو ملخص كلام اللي جابيه رئيس الجمهورية في بسكرة، وحقيقة أمرنا اليوم متعلق أساسا بتطوير القطاع الفلاحي. اتخذنا عديد من الإجراءات خلال السنوات الماضية، وجاء قانون 2010 وأعطى الضمان النهائي للفلاحين، والحمد لله حتى من جانب الملكية كثير من الفلاحين اليوم حصلوا على أو بتوزيع تقريبا 176 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية، فهذا تقدم كبير وأعطى أمن وطمأنينة للفلاحين، والعملية ما زالت متواصلة. ولكن أخواتي إخواني لابد كذلك أن يكون فيه تعبئة أكثر وتطور أكثر في القطاع الفلاحي. سلال شدد أيضا على ضرورة دعم القطاع الفلاحي بآلية حديثة، ومنها التوجه نحو صناعة تحويلية تكون ركيزة لاقتصاد وطني ناجح. كيف تحبوا نطوروا الصناعة الفلاحية لما فيهش منتوج؟ والصناعة الفلاحية أصبحت اليوم عندها مردود قوي وقوي جدا في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات التجارية الدولية. اللي ما عندوش صناعة
فلاحية لاغرو اندستري ما يقدرش يتحكم، لأن اليوم الاستهلاك في العالم كل معظم الاستهلاك متركب على التحويل المنتوج الفلاحي. إذا كان احنا ما ندخلوش في هذه الخانة الاقتصادية ما نقدرش نتكلم على اقتصاد متكامل مجانس وقوي ويفرض نفسه في السوق الدولي. حان الوقت باش نفرض نفسنا في السوق الدولي. من جهته دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائري محمد علوي إلى ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالاقتصاد الوطني، مثمنا كل السياسات التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لصالح الفلاحين. نحتفل بالذكرى ونؤكد مرة أخرى على الوقوف على أحوال الفلاحين والموالين والصيد البحري لنكون مقياسا للتقدم والنماء الذي حققناه والمكاسب التي تحصلنا عليها في مختلف المراحل في ظل الحكم الراشد لفخامة رئيس الجمهورية. فنحن لا تحكمنا الظروف بل يحكمنا العمل والوفاء بالعهد غير مبدلين، وهذا هو منهاجنا وهذا هو عهدنا مع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهذا هو اندفاعنا في مسار الوئام والمصالحات الوطنية رغم المعاناة القاسية من العشرية السوداء. نسير مع كل من يخدم الأرض ونبذل كل ما في وسعنا من أجل الجزائر في أمن واستقرار. وهنا أذكر بوقوف الفلاحين مع فخامة رئيس الجمهورية في تطبيق برنامجه. وبالمناسبة دائما كرم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كرم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرفانا بالمجهودات التي يبذلها في سبيل الارتقاء بالقطاع الفلاحي والدعم الاجتماعي للفلاحين. كما أشرف الوزير الأول عبد الملك سلال أشرف على تكريم عدد من الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين الناجحين نظير أدائهم في تطوير القطاع الفلاحي. هذا وجاء تشغل لقاء الذي جمع الوزير الأول عبد الملك سلال بالفلاحين لتؤكد الأهمية البالغة التي تريها الدولة لقطاع الفلاحة، وهذا من خلال التأكيد على تطبيق الإجراءات التحفيزية التي قررها رئيس الجمهورية. تأكيدات ثمنها الفلاحون الذين حضروا اللقاء، فيما نبه الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد علوي إلى ظاهرة التلاعب بالعقار الفلاحي. المتابعة لوسيلة بوشارب. تطبيق جميع قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بغرض تحسين وضع قطاع الفلاحة هو أهم ما خلص إليه لقاء الوزير الأول مع الفلاحين بعين الضفلة. هذا اللقاء كان فرصة سانحة للأمين العام للاتحاد لتجديد لائحة من المطالب والانشغالات تصب كلها في صالح الفلاحين. علوي الذي ثمن قرارات رئيس الجمهورية لبعث القطاع اتخذ موقفاً صريحاً وصارماً إزاء التلاعب بالعقار الفلاحي. أولاً الحفاظ على العقار الفلاحي، بل يجب أن يكون المساس به وتبديده بشتى الحجج خطاً أحمر، خاصة ما تعلق بالأراضي الزراعية. ضرورة تأهيل العنصر البشري وحلحلة مشكلة اليد العاملة من بين النقاط التي تطرق إليها الوزير الأول. الحقيقة القرارات التي اتخذت اليوم في هذه المناسبة ذكرى اتحاد الفلاحين نتمنها ونبارك بها، لأننا فلاحين في الجنوب الحقيقة الفلاحة راهي في تطور. كما كشف عبد الملك سلال عن نية الحكومة في تشجيع الفلاحة بالمناطق الجنوبية والسهبية.
الولايات السهبية والهضاب العليا والصحراء وهذه يخص لابد هذه هيوينة من تستفاد من هذا المليون هكتار اللي هو تكون مسقية، يعني البرنامج تاع فخامة رئيس الجمهورية، وهذا يكون بالنسبة للولايات السهبية هي فلاحات الأعلاف. كلام في المستوى نتاع السيد الوزير الأول، كلام في المستوى، لكن الكلام لازم يتطبق كما قلت لك. أنا لما شفته يتطبق على أرض الواقع ما نقولش، يعني ما نقول والو. السلطات العمومية التي تراهن على قطاع الفلاحة لتفادي الأزمة الاقتصادية سطرت العديد من البرامج لبعث القطاع، لكنها اليوم تتجه نحو سياسة جديدة تعتمد على إقحام المرأة في المجال. هذا الدور طبعا دور فعال، هذا من عهد أجدادنا، والآن اليوم نشوف شغل أناكي أعطاه اليوم للدورة. ما بقي على المرأة إلا أنها تقوم بدورها الفعال في هذا المجال. عندنا الكثير من الفلاحات في الجنوب، وإحنا إن شاء الله نتمنى أن يوصل صوتهم واجتهاداتهم، ويعني راهم دايرين الاكتفاء الذاتي في بيوتهن. لقاء عين الدفل الذي جمع أكثر من 4000 فلاح من كافة تراب الوطن يشكل بحسب المتتبعين منعرجا هاما في الحياة السياسية للبلاد التي وضعت الفلاحة من بين القطاعات الخمس المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني. هذا وكان الوزير الأول عبد الملك سلال قد استهل زيارته لعين الدفلة بمعاينة مزرعة أنموذجية ببلدية بيرولات خليفة المتخصصة في زراعة البطاطا، حيث أكد سلال ضرورة عصرانة قطاع الفلاحة بالاعتماد على تقنيات الإنتاج الحديثة. دار أبو طبه. تمون هذه المزرعة النموذجية التي تعد شراكة بين القطاع العام والخاص السوق الوطنية بأكثر من 7 ملايين طن سنويا من منتوج البطاطا وحوالي 400,000 طن من البذور سنويا. الوزير الأول وخلال معاينته للمزرعة شدد على ضرورة استعمال التقنيات الحديثة لرفع الإنتاج واستغلال كافة الأراضي. لازم نروحوا للمكننة بالنسبه للفلاحه، دونك فيه ديزاوسي يتفاهموا في بعضهم، يديروا جروب في بعضهم، كل واحد يقعد ملاك عن طريق الامتياز الارض تاعو، ويتفاهموا في بعضهم ويشريوا ان ايكيبمون اللي يخدم الجميع. هذه هي السياسه جديده، لان باش تستعمل تراكتور كيما هذا لك مساحات كبيره، ودوك باش نحسنوا الانتاج خصنا ندخلوا المكننة ماكسيموم، وبالأخص عندنا مشكلة تعيد عاملها. تطوير شعبة الحبوب أيضا من أولويات الحكومة لوقف الاستيراد. الديبيفو مطلوبين في الجنوب، مطلوبين في عدة أماكن، وحنا في سياسة قوية بالنسبة للسقي، لأن الحبوب صح نتكلوا على المطر، ولكن لازم كذلك نتكلوا على السقي التكميلي، كيفو تتبع التطور الفلاحي. وخلال استماعه لعرض حول قطاع الفلاحة بالولاية أعطى الوزير الأول تعليمات صارمة لدعم مربي الأبقار الحلوب. تربية البقر الحلوب باش نسجعوها، شفت باللي طريق صندوق التنمية الفلاحية عاونوهم شوية هاد الأشهر الماضية، كذلك درك لازم توجهوا الناس أكثر بالنسبة باش pour l'aliment du bétail. Faut encourager tout ce qui concerne l'aliment du bétail. باش دير الحليب لازم توكل مليح. في تطوير الفلاحة أيضا طريقة تقديم المنتوج للمواطن، حيث أمر الوزير الأول بضرورة تحسين نوعية التغليف بشكل يتناسب والمعايير العالمية للجودة. كما زار سلال مزرعة أنموذجية ببلدية عريب التي تتربع على 530 هكتارا، وهذا بالشراكة مع مجمع سيم. سمية علوي. مزرعة سيدي بالحاج وقف الوزير الأول عبد المالك سلال على مدى تطورها منذ إبرام الشراكة العام 2013، واستمع إلى عرض مفصل حول مراحل تحديث المزرعة. المزرعة الأنموذج الممتدة على مساحة 537 هكتار تهتم بتربية الأبقار، وتعد ما لا يقل عن 212 رأسا من البقر الحلوب لتأمين إنتاج معدل لا يقل عن 23 لتر من الحليب لكل بقرة. 22 لتر قليل. بيك دي 34 لتر. 34. احنا نظاري إلى 32. في البلدان اللي هي يوصلوا حتى ل 50. 39 45. لا هذه قلت قضية تاع
الفوراج الفوراج يفو ديفلوبي سي ليكزامبل لاكين نو زافون رياليزي اون اوزين داليمون اللي راح تزيد 5 لتر لا بصح لو فير خير لو فير لو فير عندنا لو فير عملنا البن هذاك هو سي سا هذا هو البيت القصير ودير قدامها اون اوزين دو ترانسفورماسيون دو اون لتري لا لا الحليب ترجعوا برا كي فوراج دير التكنيك نتاع البلدان الاخرى استدير اورسول تقنيه سهله ماشي ما طلبش كذا لان التربيات البقر متركبه على الفوراج سي فو ريغل با البروبليم سي با لا بان لا لا الفوراج حنايا عندنا انا راكم عدد دخلتوا في هذا التطوير تاع البقر الحلوب لازم نتكلوا عليكم باش على 3 سنين 4 سنين تهلاو من لابورتاسيون هذه اللي ترو ماسيف. وفي إطار البحث عن أفضل السبل المضاعفة للإنتاج تابع الوزير الأول شروحات حول تقنية البيوت البلاستيكية متعددة الهياكل ومزاياها في مضاعفة مردود الإنتاج مقارنة بالبيوت البلاستيكية التقليدية. طلب ياك راكم تخدموا مليح ولا شويه؟ فيه طلب بصح مازال ما طلب شويه كي شنت تراجعات. خاطر اللي فات كنا في بسكره كان فيه طلب كبير. وعندك الامكانيات باش تخدم ولا ما عندك؟ عندنا شويه امكانيات، كاين شويه امكانيات. شحال قادر تنتج في ال نقدروا نغطوا واحد 100 هكتار في العام اذا كتب الله. مزرعة سيدي بالحاج تعد دعما حقيقيا لسياسة الجزائر الرامية إلى تقليص فاتورة قيمة استيراد المنتجات الغذائية بينها مسحوق الحليب. وببلدية العطاف أشرف الوزير الأول عبد الملك سلال على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب لتخزين الحبوب، وبعد استماعه لعرض حول هذا المشروع دعا إلى الإسراع في وتيرة الأشغال يكون جاهزا شهر جوان القادم. كما دعا المسؤولين على شركة باتي ميتال إلى العمل على إنجاز مثل هذه الخزانات مستقبلا. المتابعة لزكريا ميهوبي. وحدة جديدة لتخزين الحبوب بالعطاف تتكون من 12 صومعة معدنية بسعة 200 ألف قنطار ترفع قدرات التخزين بولاية عين الدفلة التي تنتج أزيد من 1,200,000 قنطار من الحبوب سنويا. الوحدة وضع حجر الأساس لإنجازها الوزير الأول عبد الملك سلال وأكد على ضرورة الإسراع في الأشغال. البروغرام هذا طول صافي لونطون المفروض بدا. Le programme est normal parce qu'on a perdu beaucoup de temps pour les études. Sur les 39, vous avez 39, je crois, non ? On a 30 pour les métalliques et 9 béton. Où est-ce que vous êtes ? On aura les 10 silos prochains pour le 12. 2 béton et 10. الوزير الأول أكد على مرافقة الفلاحين إلى آخر مراحل الدورة الإنتاجية. لازم ديروا سيستم داكومبانمون نتوما وزاكومباني الفلاحين وكل جوستومون بور ليريغاسيون دابو هذيك تاع افريل هذيك كيما قلت هذيك اللي تخصنا وهذيك هي سيتيل كي اميليور لا برودكسيون دونك سي لابا كيفو انترفينير واليو دونز اون اتيود بريسيز ونعاون الناس بارتو تعاون الناس بارتو. ومن مزايا هذه الوحدة هو وقوعها بمحاذاة خط للسكك الحديدية مما يمنح فرصا أكبر للنقل والتوزيع. كما أشرف الوزير الأول على تدشين محطة لمعالجة المياه بالروينة موجهة لتموين 6 بلديات بالمنطقة بالماء الشروب. نعيما ويوات. في استراتيجية حكيمة توازن بين تلبية حاجية الساكنة من جهة وتساهم في توسيع مساحة السقي في الجهة المقابلة من خلال الاستعمال العقلاني للموارد المتاحة، جاءت توجيهات الوزير الأول أثناء وضعه حيز الخدمة محطة معالجة المياه الصالحة للشرب بروينة والتي رفعت الغبن عن 6 بلديات بجنوب الولاية. نحتاج الماء كل سكسيون دي ريجون ميم لي باراج لازم نسحب من الفلاح هذاك شويه يفو اطلقوا لهم شويه pour l'irrigation agricole il faut lâcher un peu oui faut laisser les pompages à fil sur à fil d'eau كده oui sur les régions تاع فلاحه. وحتى لا تتعرض الطبقه الجوفيه للتلوث شدد عبد الملك سلال على ضروره القضاء على مشكل تسرب مخلفات الاسمده في بدايته مع التسريع في استغلال المياه المصفات. وي اسكو لي زوتريتي سون يوتيليزي في الفلاحه ولا لا؟ لا قالوا لهم راه ماشيين برك في الفلاحه. تيميدمون. اي فوالا. تيميدمون. خذوهم نستعملوهم ماشي نستثمروا بور لي ستاسيون ديبيوراسيون بعد ما استغلوش الماء الفلاحه. وي 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 وي
دوك نشوفوا دوك نعاودوا ندرسوا هذه تاع تاع مليانه نشوفوها فوريك البروبليم تاع النيترات مع الفلاحه. حشد للإمكانيات المادية والمالية رفقتها الحكومة بإدخال تكنولوجيات حديثة من خلال تقنية التحكم عن بعد في الضخ والتحويل. وبخميس مليانة تفقد الوزير الأول مشروع إنجاز 950 وحدة سكنية ودشن ثانوية تتسع لـ800 مقعد بداغوجي ببرج الأمير خالد. وفي قطاع الأشغال العمومية وضع سلال حجر الأساس لمشروع إنجاز الطريق الرابط بين خميس مليانة والبرواقية. خليد حجي لالي. بمواد محلية الصنع الجزائرية 100% تستكمل وتيرة الإنجاز لمشروع 950 سكنا عموميا إيجاريا بحي الدردارة بخميس مليانة الذي وقف عليه الوزير الأول اليوم، وجدد بالمناسبة على ضرورة توفر المشاريع على المرافق الضرورية للمواطن. لازم تخليو بلاصة حتى الاستثمار الخاص، يدير واحد يدير قهوة يدير ريستورون يدير والدولة تدير كل شغل. ولأن الولاية فلاحية بامتياز، فإن الوزير الأول عبد الملك سلال ولدى تدشينه لثانوية جديدة ببرج الأمير خالد أكد على ضرورة توجيه الطلبة للمجال الفلاحي لتكوين إطارات متخصصة تستفيد منها الولاية وهو رهان المستقبل. بدل المجهود برك في تحسين المستوى، هذا هو الهدف، بس نروحوا لاكاديمي بالتنسيق وبالديالوج مع كل إطارات التربية المعلمين والأساتذة، لازم يكون دائما حوار متواصل لتحسين المستوى. ولدى معاينته للطريق الاجتنابي الرابط بين خميس مليانة وبرج بوعريريج على مسافة 262 كيلومترا وضع سلال حجر الأساس في جزئه الأول. نتعلموا نيفو دي بيرو ديتود ونشوزي يظهر لي توجور لا كونفيغوراسيون لا بلو ديفيسيل. Parce que ce qui coûte cher, c'est les ouvrages d'art. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. الطريق الاجتنابي من شأن إنعاش حركة المسافرين والبضائع بين الشمال والجنوب.